إذن سيداتي يا نساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط الثالث من هذه الأمسية، أتمنى السلامة إن شاء الله. الشوط الثالث من هذه الأمسية للخيل العربية الأصيل الإنتاج المحلي المبتدئ لأعمار 3 سنوات فقط، توسع الجديد الفار بين مسافة 1500 متر، انطلاقة مع الشعار الأخضر اعتبار لعلي بن سيد النعيمي توماس لوكاسك على صدارة هذا الشوط، وعلى المركز الأول ثاني المحاولة من قبيل الجواد رقم 5 هامان العدين لخالد بن علي للعبيد لي راشد الصعاق، على ثاني المراكز ثالث المحاولة من قبيل الجواد رقم 6 جواد رقم 6 حردان لعبد الله بن محمد العطية لوكاس دروزي، على ثالث المراكز رابع المحاولة من الخارج من قبل الجواد رقم 16 زود لعنتر رجل منخس ومتعب الصعاق، على رابع المراكز خامسا ايضا محاولة من قبل الجواد رقم 13 الجواد 15 عفوا شمس النهار لصبحية عوض ابراهيم جي بي جمبير على خامس المراكز. عودة الى المركز الاول وعودة الى صدارة هذا الشوط مع الجواد رقم 13 اعتبار لسيد علي بن سيد النعيمي وتوماس لوكاسك على المركز الاول وعلى صدارة هذا الشوط، محاولة تقدم من قبل الجواد رقم 6 حردان لعبد الله بن محمد العطية ولوكاس دروزي على ثاني المراكز. إذن الخط المستقيم باتجاه خط النهاية صدارة والمركز الأول مع اعتبار لعلي بن سعيد النعيمي وتوماس لوكاسك على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، محاولة من الخارج من قبل الجواد رقم 4 بابل لشعيل بن خليفة بن جاسم الكواري ماركو كازاميتو محمد حسين من الخارج مع الجواد بابل، لكن الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 14 عسيلة للشقب ريسنج، الشقب ريسنج مع عسيلة فعلا عسيلة يا المركز الأول الشقب ريسنج إلى صدارة هذا الشوط، الشقب ريسنج مع عسيلة اشتباد إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط. إذا النتيجة النهائية الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 14 عسيلة لأسد الشقب ريسنج، ألف مبروك. ثانيا مع الجواد رقم 4 الجواد بابل لشعر بن خليفة بن جاسم الكواري، ثالثا مع الجواد رقم 6 حردان لعبد الله بن محمد العطية، ورابعا مع الجواد رقم 8 الجواد كندار لسادة الشقب ام قرن عفوا 15 في خامس المراكز شمس النهار لصبحية عوض ابراهيم. الف مبروك للفائزين في هذا الشوط.